فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال بأن الأمور الخارقة للعادة تكون مخالفة أو مرادفة للقانون الكوني؟ كيف؟ الخوارق تكون معجزات إذا كانت على أيدي الرسل، تكون كرامات إذا كانت على أيدي الأولياء، تكون خوارق شيطانية إذا كانت على يد السحرة والملاحدة، هي خوارق شيطانية ليست كرامات ولا معجزات، خوارق شيطانية يريد الشيطان أن يضلهم بها. نعم.